زي ما بنأكد دايما على أهمية النظام الغذائي الصحي لطفلك، النهارده هنتكلم على نقطة مهمة جدا في نظام طفلك الغذائي، وهي أكل الخضروات والفاكهة. بالرغم من إننا كلنا عارفين فايدة الخضار أو الفاكهة لطفلك زي إنها بتحميه من أمراض كتير زي السمنة أو هشاشة العظام أو أمراض الضغط والسكر، إلا إن أمهات كتير لحد دلوقتي بتعاني مع أولادها في أكل الخضار أو الفاكهة. عشان كده النهارده مع سوبر ماما هنقولك على شويه ارشادات هتساعدك على زياده اكل الخضار او الفاكهه لطفلك. اول حاجه لازم تعرفيها انك المثل الاعلى لطفلك، يعني لو انت ماشيه على نظام غذائي صحي وبتاكلي الخضار والفاكهه 5 مرات في اليوم طفلك اكيد هيعمل زيك حتى لو بعد فتره. وكمان لازم تعرفي انك ما تغصبيش طفلك على نوع فاكهه او خضار معين هو مش حابه، خليه دايما يختار معاكي الوجبات والسناكس اللي هو عايزها، وده هيخليه يختار الفاكهه اللي هو بيحبها. حاجه كمان مهمه جدا هتساعدك على زياده اكل الخضار او الفاكهه في النظام الغذائي لطفلك هو استخدام بيوريه الفاكهه والخضار، زي مثلا بيوريه الارنبيط ممكن تستخدميه في عمل صوص البشاميل او في عمل الاومليت، ممكن كمان تستخدمي بيوريه الجزر في عمل الكيكات او الصوص الاحمر للمكرونه، وده هيعلي جدا القيمه الغذائيه للاكله وهيخلي حاسه التذوق عند طفلك تتعود على طعم الخضار او الفاكهه ده، فواحده واحده هيبتدي ياخد الخضار والفاكهه لوحدهم. حاجه كمان لازم تبعديها تماما عن النظام الغذائي لطفلك هي العصائر المعلبه الغنيه بالسكريات والمواد الحافظه، بدليها بالعصائر الفريش او السموذيز المعموله في البيت زي سموذي الزبادي مع الموز، وده غني جدا بالبروتينات والالياف والبوتاسيوم اللي هيدي فايده عاليه جدا لطفلك. بس اهم حاجه ما تخليش اعتمادك في الفاكهه على العصاير بس، لان زي ما بناكد كل مره ان ثمره الفاكهه بيبقى فيها فايده والياف اعلى بكتير من العصير بتاعها. دي كانت نصايحنا النهارده عشان تزودي اكل الخضروات والفاكهه لطفلك، ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب.